مفيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل. الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. بأي ظروف ونعيش من غير احساس الخوف، مع عالم واحد كل الناس بتعيش جواه. World Youth Forum من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 في شرم الشيخ، منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.